الجزء الأول انتهى برأسي، بعد فيه الجزء الثاني اللي المفروض يكون أقوى وأقسى وبيوجع حتى الموت. أنا بخاف منك أنت وعم تحكي بهالطريقة. مش نسينا بمان وردة ووديات، مش نسينا من 20 سنة أنا وحامل عقدة هالسم. شو بدك أعمل؟ بنصب عليها مثلا؟ نعم انتهى حديث معا. مش انت اللي بتنهي الحديث، انا اللي بنهي معك. رصيف الغرباء يوميا ما عدا الخميس بعد الاخبار على الـ LBCI.